السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين يا رب بخير وبصحة وسلامة. رجعنا لكم مقطع جديد يا جماعة الخير من لعبة محاكي مقال الألعاب. تمنيات إن هذا المقطع ينال إعجابكم. الله يعطيكم العافية يا جماعة الخير على دعمكم للسلسلة، والله العظيم شكرا. لا تنسونا من دعمكم يا جماعة الخير بالضغط على زر اللايك والاشتراك وتطويركم للسلسلة هذه بكومنت استفيد منه، معلومة جديدة زبدة. أنا ما نطول عليكم مقدمة، يعني لا تنسون اللايك والاشتراك والعلوم الطيبة، ونقول بسم الله وعلى بركة الله. إيه صح، نسيت أقول لكم شباب، رابط قناتي بتويتش تحت بالوصف، هذه كلها مأخوذة من بثوث في تويتش. حياكم الله، تعالوا تويتش، تعالوا معنا تابعوا البثوث، شوفوا قبل البث وبعد البث كيف يطلع المقطع. اوكي، نقول بسم الله وعلى بركه الله ونبدا مقطعنا هذا اليوم. افتح المحل المبارك، نحط اجهزه التعدين تحت الدرايج. يا سلام، لا نحط هذه هنا شوي، نشيل هذه القديمه نكبها هنا. يا سلام سلم، هذه وين نحط هذه؟ حطينا. فالحين بنعتمد على اجهزه التعدين اللي عندنا، هي اللي بتطلع البيتكوين. كم عندنا احنا جهاز تعدين؟ 1 2 3 4 تحت، 4 تحت، 5 6 7 8 9، 9 اجهزه. بحكم ان ربي اغنانا يعني ولله الحمد، يعني فتح علينا واخذنا دين من البيتكوين، حلو، وزبطنا المحل وكبرنا واشترينا كل الاجهزه القويه. اول شيء سويته سددت الدين. نروح الحين عند البيتكوين، كبر الصفحة. 32 كسر 37، اوكي، ما عاد صار عندنا اي دين ولا شيء، بالعكس صار عندنا الحين 3 حبات بيتكوين خلاص. فالحين ما عندنا اي مدين، الحين احنا اكبر طموحنا نجمع حبات بيتكوين اكثر عشان نجمع فلوس اكثر. معنا الحين كم؟ 89000، 3 حبات بيتكوين على جنب. هذه حقت الطفرة هذه، رجعنا لها. كيف تدين؟ كلمت مطورين اللعبة، السلام عليكم، والله انا مرة مزنوق احتاج دين والله. قال خلاص انت تخش الحين نضيف لك خيار القائمة. اذا سلكان الله ما ادري كيف سلكت. طب السيدي هذا شو هنا؟ طب شفت تعليقات كثير يا جماعة خير يقولون المكيف يا محمد لازم يكون على الاوتو، لا تخليه كذا يكون مرة بارد. الاوتو يعني يشوف درجة حرارة مناسبة للغرفة ويخليها زي ما هو يشوف، يعني عشان ايش؟ التقييمات كلهم يشتكون من برودة المكان، فبكذا ما احنا قادرين نستفيد، ما يجون زباين كثير. ليش؟ والله المكان مرة بارد اوفر، داخلين فريزر مو محل كافي. نجي هنا ونحط اوتو بعد، كله اوتو. حلو، كلها صارت اوتو كلها. الحين ان شاء الله بيكون في فرق في التقييم، بتصير زحمه اكبر على المحل. وشباب في البث اللي راح حق المحاكي في كثيرين قالوا لي محمد في جهاز تشتري من الزمزور هذا يبخ لك عطر تلقائي. اكتشفت انكم كذابين يعني. ما في اي جهاز، لازم انا امسك البخاخ بيد، اشتري كميه من عند محل الاشياء المستعمله وخليه معي واقدر ابخ كل شويه. اوكي، اشتري سياره من جد، في سياره عيال. يا عيال الله يردكم. دقيقه، 9 دولار، حلو، نبيع الغطا فاضي ونشتري واحد جديد. انتم تبون تجننوني بس ما انتم عارفين كيف، صح؟ والله ذا كله متجننك. الطفايات حقت الحريق دي ما نحتاجها بحكم ان احنا ما شاء الله عندنا اجهزه مره غاليه، مستحيل تنفجر. شيء ثاني من هنا يا شباب لو سمح الله. لا، روح البارتي، والله في بارتي يا عيال، هل منه فايده البارتي ولا لا؟ هل اذا رحنا البارتي في شيء بنستفيد منه؟ وين؟ ما مكتب المكان زين احنا، هذا حق البيتكوين، هذا بيتي سكند، هذا الاشياء المستخدمه، هذا البارتي. نطلع من هنا يسار سيده جينا، هذا هو البارتي ولا ايش هذا؟ محمد لا سيدة بعد صح؟ لا هذا البيتكوين صار؟ لا ورا باقي سيدة صح؟ هذا الله يعطيكم العافية، لا عاد تفكرون يا عيال، يعني ايش بكم يا عيال؟ ايش المنظر هذا الغير حضاري؟ طلع اجل هناك ها؟ في فائدة ها؟ طب دقيقة، أول شيء نسويه الحين نفتح محلنا، نقول بسم الله وبركة الله ونستقبل الآن الزباين الموقرين. يا سلام، بسم الله ما شاء الله، اللهم اقسم بالله العظيم انه محزم هذا، ها ودي اعرف هذا لو موجود ايش كان صار هنا؟ كان صار اللي ما قد صار، زعلانين على 100 دولار ها راحت على الفاضي، ابشر بالعوض، ان شاء الله بعدين نروح البارتي، مو الحين مو وقته الحين. اي صح يا شباب الله يذكركم بالخير، خلونا نجرب الحين الساعة كم؟ 3 الليل؟ خلونا نجرب بحكم ان الله مغنينا يا الله لك الحمد ومعنا قرابة 90000، نجرب نخش في القمار والعياذ بالله، نشوف هل احنا بنطلع فايدة ولا لا، هذا هو القمار، ايش هذا؟ 10000 دولار بعد البث. يا عيال الله يقلعكم، اسمع دقيقة، تبون نجرب هذا ولا كلام فاضي؟ القمر هذا منه فايدة ولا لا؟ عشان اشرد بفلوسي ونجرب نخش بهذي. 1000، اوه اكره الالعاب ذي اكرهها، تفاحتين، رولتين، والله لا وش. لا تقول لي هذه اللي ارتبها صح؟ والله ما ادري، ما قاعد اشوف اي شيء بس. حلو. ايش اللي قاعد يصير؟ ايش الالعاب التعبانه هذه؟ احنا ما نلعب على الثقيل، في اتوقع ذا بيتكوين، هذا قمار بعد صح؟ اي هذا الالعاب القويه، هذا القمار، لو بنلعب هذا ايش بيصير؟ اكشط واربح صح؟ اكشط واربح. خلونا نجرب، نقول بسم الله على بركه الله، نختار الصف الاوسط اللي بالوسط، الخيار اللي بالوسط، اذا خلي الامور دائما اوسط الاوسط. فشاش 60 دولار وانا دافع 90 دولار، يعني خسرت 30 دولار.
الله يقلعهم. ها نعيد من جديد. تار فوق يمين. السنايبر هنا. تغير. ونا نجرب ال القمار الوسط. هو جو زباين. خلنا نختار ذا. يقلع أبو الخسارة. خسارة 150 دولار. يقلع أبو الزباين المزعجين دول. يخلص برونا يا أخي. يا عيال فلوسي لا تروح يا عيال. إذا ما منها فائدة قولي لي من الحين أشرد فلوسي. ما لا داعي أطفر. كل شيء إكسبنسيف. كل شيء. لأن الأجهزة تستاهل. ان الواحد يدفع. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. شفتوا كيف زادت الطلبات من يوم ضبطنا المكيف؟ شفتوا كيف من يوم حطينا اوتو وعطرنا المحل زالت الامور. هالدقيقه نرجع الحين عند هذه اختار من ايوه في مكسب الحين. في مكسب 50 دولار. هنرجع نزيد اختار. بقفل انا واللي تجي عليه بختار. ها ما كسبنا ولا شيء. رسمانا رجع. ها ايوه في مكسب 50 دولار. ايوه في مكسب صح. الحين في تطور. شت هنخش على اللي اقوى منه. كنا هنا نطيح على اشياء قويه. اوه اه يا عيال اقسم بالله فيها مكسب. والله يا المكسب فيها قوي. فتحت صندوق 500 طلع لي 1900. يا عيال شوفوا يا جماعه. لا شت كذا. لا كذا قاعد انسرق انا. ذا مش قمار رجل. ايش حبيبي الوجه الله يعني يعطونك ولا تدفع فلوس عشان تكشط وتربح. كاننا قمنا نخسر. الا انا ابو شكلك بكون اسرع. ايوه كم معنا؟ معنا 92000. كان معي كم؟ 87 صح؟ كان معي 87. زدت 4000 كذا. أسرع. والله قاعد أخسر. ها؟ شد. أيوة هذا المكسب اللي نبغاه. شد. نكسب من هنا ونضيع الفلوس من هنا. أيوة. شوف احساسي. هذه سكينه تشوفون. هذه سكينه. واذا ما طلعت سكينه ولا انا ما فهم شيء. والله انها سكينه بس مو اللي انا ابغاها. مو 1600. هذه اخر مره. اخر مره معدني مقامر اكثر من كذا. انا قاعد اشوف ان فلوسي قاعد تضيع. يقلع بالقهر. طب افتح اخر واحده عشان اعوض خسارتي اللي راحت. زين بفتح اخر واحده. يلعن ابو الضيقه. دقيقه يمكن اتوقع هذه. والله العظيم هذه فيها. هذه ملغمه. هذه ملغمه يا عيال. اي والله ملغمه زي ما توقعت. ها اسمعوا الحين اعرف تفكيرهم ايش يسوون. هذه ملغمه بيحطونها في المكان المقابل لها هنا. يحسبوني غبي. شفتوا يا عيال قايل لكم نفس الطقه. هم كذا يعكسون الاماكن عشان انا يبوني ارجع نفس المكان عشان اخذ مسدس ب 60 دولار. لكن انا ترى مره واضحين. والله العظيم مره واضحين. اسمع نرجع نزيد نفتح من جديد. الحين ايش؟ الحين يقولون هذا قفطنا. جانا جنا يسار جانا يمين. اذا الحين اروح لهم فوق. والله العظيم انها سلكة. مو سلكة الا انا صدتها. شفتوا يا عيال؟ اسمع شوفوا التوقع عند الحين. اذا ما جبت واحدة مرة ملغمة. محمد طفل. مرة صدت امهم ترى. مطورين اللعبة صايدكم ترى. الحين ايش يقولون؟ يقولون والله صادنا ذا الحين بينزل تحت. لا ما برجع له مرة ثانية. والله العظيم في مكسب. شفت كيف قاعد ابعد عن اشياء رخيصة. قاعد اصيدهم بس صدت الثغرة. حقتهم صدتها. الحين بيرمونها زاوية يسار. يقولون رد ذا ما بيجيبها. كيف مشت علي؟ يعني انا اقول اسمعوا. ها كيف يا عيال؟ صرت اقرا الاستفهام. ترى مو مرسومه نفس الشيء. في اشياء دقيقه بالبكسلز. انا اصيده صيد. انتم ما قاعدين تشوفونه زين. هذه المره ما مشت علي. سلكت في البيتكوين القمار. اسمعوا عن الخاطر يا عيال. عن الخاطر تحليلات. كيف بالله كيف اني وانا اصيد مسدس ابو 800 دولار؟ ترى ادري انه مسدس من قبل ما افتح. هذا سكين. ها بس الرخيص الله يقلع. معليش بالوسط. ها شوفوا الحين الوسط 50 دولار. لازم هذا يفكر توقع. خلاص بس انا اقول كذا كفايه. انا داعي نطفر. الله يقلعب القمار. كانت النيه نفتح 3 مرات 4 مرات. كم مره فتحنا يا عيال؟ هو انسان عندنا محل وانسان عندنا زباين. طب اسمعوا اذا البلاط لونه اسود وش ممكن نخلي لون الجدار؟ ماي كيف. وين الماي كيف؟ ايه هل هذا اللون؟ لا مره مو حلو. سلامة الاسود ما بيطلع ما ينفع. هذا كيف؟ انا شنو اشتري كذا ولا كاني قاعد ادفع فلوس عشان لازم ايش؟ لازم احنا نختار مره كذا يعني واحنا حريصين ما نستعجل نحط اي شيء. 200 دولار نحطه وترجع لنا ان شاء الله. رجعت الخساره قاعده ترجع فلوسي. ما ادري انا اشوف اللون هذا مره ماشي صح كئيب كذا تحس ويجيب الكابه. فممكن كذا ننزل احنا. شفتوا كيف؟ التقييم ارتفع مو من لون الجدار ترى من البخاخ اللي بخيته قبل شوي. تعرفون ريحه المحل مزعجه كل شوي واحد داخل الحمام طالع الحمام. توني شوف المناظر غير حضاريه. انا حطيت المكنسه هنا عندهم ليش؟ عشان اذا احد سوى شيء لا سمح الله يمسع ورا. والظاهر من بعد ما حطيت المكنسه صاروا ينظفون وراهم. انا غبي كنت حاط المكنسه برا عند الفترك. ايوه
هلا بالعيال، هلا بالفلوس. يقولون شو؟ والله يا التقييم انه مولع، بسم الله ما شاء الله، الكل مبسوط. يقولون اذا زاد التقييم يزيدون الزباين، فقاعد اشوف في اختلاف والله، في تطور. هاي يا عيال. والله المحل هذا مره بيتعبني. اللون السماوي، والله انك صادق، اللون السماوي مع الاسود يجي، اللون السماوي مع الاسود. خلوني اشوف اللون السماوي، هذا هو ها؟ السماوي كذا. اي والله انك صادق، والله زبط. نقبل الطلبات، والله السماوي ما زبط يعني ماشي. طيب يبغى لنا يا جماعه الخير لوح كثير بالمره، يبغى لنا لوح مره كثير. حلوين، وش عاد يبغى لنا زياده؟ يبغى لنا نسوي مساحه لاجهزه الفي ار، يقولون اجهزه الفي ار تدخل فلوس مره كثير، زيها زي الكونسل، البي سي مو مره يعني. وش رايكم، تبغون نسوي ركن الفي ار؟ يعني كيف نسوي ركن في ار؟ نكسى بعض الاجهزه اللي هنا، خلي بي سي بس، وباقي الاجهزه نوديها محل الاغراض المستخدمه ونبيعها، ويكون هذا الجدار كامل كذا ركن الفي ار. صح 15 بي سي ليش؟ سلمة، ايش البعزقة هذه؟ لا انت راحنا جايبين كل شيء الا اجهزة ركن الفي ار، بالاضافة ايش اسمها ذي الاركيد اللي تحت، نبيعه ونجيب افخم شيء، لان تعرفون اللي تحت تدخل 90 دولار، احنا لا نبغى اكثر، فنجيب 1400 اللي تدخل لنا 120 دولار، يعني هنا يبغى لنا كم بي سي؟ 1 2 3 4 5 6 بي سيات، بيصفى عندنا كم 10 بي سيات تقريبا. طيب قوم الله يطول بعمرك، ادلف نشيل هذا، اجل نروح الحين نجمع الاغراض هذه ونروح نبيعها، وبعد نروح زمزور نطقم لنا احلى ركن في ار، افخم شيء. لازم بي سي الفي ار صح؟ يعني ما نبيع البي سيات، والفي ار ما يحتاج الكرسي، بس بي سي. حلو نخلي البي سيات هنا، نرسل البي سيات حقت الفي ار هنا، يعني بس يبغالنا طاولات وايد الفي ار. حلو حلو، ممتاز. ماوس ما يحتاج صح؟ ماوس ما يحتاج في الفي ار. بالله كيف الترتيب يا عيال، بالله كيف ما تحسون كذا في اناقه كذا في المكان، ولا باقي ما حسيتوا؟ اسمعوا باقي طاولات تحت صح؟ نرمي ذي، ودي خلاص طفشنا احنا نازلين طالعين، نبغى من اول كذا دفعه. ساتر والله شكل ورانا طلعات ونزلات كثيره يا عيال. النظاره النظاره يا سلام، سلم ايش الحركات. او ماي جاد، تسعد ام الراحه. هذا الحين انا مره مرتاح، خلاص خلصت اكبر هم، والله العظيم اكبر هم ركن الفي ار. ذكرتوني نطلب انوار بعد مره واحده على الماشي، الانوار الانوار الانوار. تبون نشتري كذا كميه انوار وشوف شو الافضل؟ ان السعر بالمره مو معيار، اشياء غاليه وما تسوى. هذا تنحط الطاوله وليش؟ انا نجرب نجيب ثنتين من هذه، ثنتين من هذه، هذه احسها مره ماشي، هذه حلوه يمكن، هذه حلوه، هذه ها، هذه ها، هذه مره سيئه، نجيب كميه كذا، هذه ها، واحد 9000 انوار، انا والله اشتريت عشان اريح راسي عشان ما اطلب كل شوي، فهم؟ هذه ايش نحطها في المستودع؟ نغير يوم نخلي الانوار حمراء، يوم صفراء، زي كذا عرفتوا؟ اوعوني يا عيال، هالمره بس، والله فيها شمال داعي، انا معكم في هذه، 30 لمبه لي وي سلمى، اي فلوسي زايده ايش فيكم؟ عادي، في مثل يقول لك اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، وصل 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 طلبي. دقيقة هذه الانوار اللي احسها مره تنفع للمحل، شوف كيف صح؟ حتى تنور احسن من هذه، هذه مره خايسه هذه هناك. يلا صح يا عيال، بالله هذه مو حلوه، نحط واحده فوق راسي، احتاج لمبه انا. كيف يا عيال؟ هذا ينفع للمطبخ ذا صح؟ دقيقة انا ايش قاعد اشتري؟ اقسم بالله في اشياء ما ادري ايش تبغى في الحياه. يا الله هذا ايش؟ تنحط هنا ذي. واو ذكروني عيال نجيب كميات كبيرة من الأنوار هذه، هذه تنفع نحطها هنا كذا نولع أم المحل. هذا ايش؟ هذه تدرون تنفع ذي؟ هذه تنفع هنا، يعني تكيت كذا شيء مرة محترم كذا عرفت مرتب. هذه وين نحطها ذي؟ هذه حطها جنبي هنا عشان أي واحد يفكر يشرد أسوق أمه على راسه. لا والله مرة مو هنا يا عيال، والله طلع دلع يا عيال تصدقون؟ والله المحل صار يبرق ما شاء الله، تنفع ذي بين الاجهزه تصدقون؟ والله تنفع، هذا حق المطبخ ذي. خلاص عرفت ايش اختار من الانوار الحين. ابى احط واحده هنا تنور الزاويه ذي، واحط واحده هنا هنا. يا سلام يا سلام، ونزيد نحط واحده وين؟ هنا بس بس بس، واحده عند الدرج فوق ال بس. حبيبي 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 شوي شوي، يا ساتر يا الطلبات. خلونا نشوف تقييم كيف صار بعد ما ضبطنا الامور حقت المكيف والعطر والحركات، ما شاء الله تبارك الرحمن، الكل راضي. القرن ذا كيف طاح؟ يعني احد بغى يسرق ولا شلون؟ والله فخامه ها؟ الله يعطيكم العافيه جميع المشاهدين، ان شاء الله انكم استمتعتم بمقطعنا لهذا اليوم، ورابط قناتنا بتويتش يا جماعه الخير تلقونه تحت بالوصف، حياكم الله. ترى هذه كلها بثوث على اليوتيوب، على تويتش عفوا، مع الشباب الطيب الله يسعدهم يا رب، هم اللي واقفين معي، هم اللي يعزون لي المحل، ترى كلها من عندهم الله يطول بعمرهم، فتعالوا معنا حياكم الله على قناتنا بتويتش تحت بالوصف، لا تنسوا ربي يسعدكم اللايك والاشتراك، نشوفكم في المقطع الجاي، السلام عليكم.